بدهم يفوتوا على بيت احنا يعني صح انتوا دولة عاملين حالكم انكم يعني دولة وسلطة، مش هيك يفوتوا على دور الناس، يفوتوا باحترام، يعرفوا باحترام، يطلعوا باحترام، مش هيك يعرفوا يعني حقوق الناس. بكلب الدار نايمين اولاد صغار، اولاد ابني يتصايحوا، ما شفكوا على هذا الولد الصغير قتلوا ابوه دبتوا يرفشوا ببطنه بكلب الدار. هذا اللي يعني الواحد بيطالب به، يعني بتشفيناش اليهود، يعني اذا اليهود فاتت وعملت هذا العمل بضل يهود، مش من دمنا ومش من لحمنا، بس انتم من دمنا ومن لحمنا. الله اكبر. اللي صار بكينا نايمين الصبح على الساعة 6:30، ما شفنا الا هالباب بخابط، يعني خبطة قوية، يعني احنا توقعنا انه جيش اجوا على الدار. كان ابني من النوم فتح الباب ولا هي ملان الدرج من برا كلها ملان جنود، وبقولوا له احنا سلطة افتح الباب. فتح الباب، اول ما فتح الباب ولهم بقولهم بدنا حمزة وبدنا نفتش الدار. قلنا لهم فوتوا بدكم تفتشوا الدار فتشوها بالشيش عنا. فاتوا على الدار جوا، صار اشي يفتش واشي يسأل بالهويات على الاولاد، انت شو هويتك وهات هويتك، يعني مثل الجيش مثل اليهود. طيب اخذوا الهويات، اخذوا هوية حمزة وصار يلاطشوا بالاولاد، ولادته اخذوا هوية حمزة وكانوا لحمزة تعال، اخذوا حمزة وكانوا بعد ما اخذوا حمزة كانوا ردوا رجعوا، مالكم ردات رجعتوا شو به؟ ولهم بقولوا لحسين بدنا السيارة وبدنا اياك. راح يفتح لهم السيارة بجوز بعرف شو طلبوا من السيارة، بالسيارة اشي. اخذوا حسين ردوا رجعوا هجموا يرتشضوا، دبتوا بابن محمد الكبير كتل، وبحسن راحوا خنقوا، لولا انا ومرت عمه فلتناه من بين ايديهم. وصرنا نصيح، صرنا نصيح بعلى صوتنا، الجيران صحيت على صوتنا واحنا نصيح، راح ما يطلع طلع روحه بيد بيده. هو اللي صار عاد انهم اعتقلوا حمزه وحسين، بس لما طلعوا الاولاد شفتهم خنقوا حسن، يعني ما جانيش صبر، وكنا صرنا نصيح ونزق زكبيه. بعد ما فلتناه كحش بالبارود يطخ، كنت لايت بالبارود، يعني نزلت على الارض، كنت اذا يطخ يجي على الارض ما تجيش احد، كان ضربني بالبارود هون، يعني هاي حاسسها مفتوحه جيت فيه.